اللهم لك الحمد. انا موجود معاكم في المغرب من 2004. جيت المغرب هنا كأول مرة نزلت في أجدير، فالحمد لله لقيت استقبال كبير في أجدير في السياحة، ان انا شغلي معظمه كان في السياحة، وخدمت من 2004 في المغرب كامل قبل كورونا بمدة، الحمد لله قبل كورونا احنا خدامين بخير اللهم لك الحمد. جات فترة كورونا اجلسنا كاملين، الفنانين راكوا عارفين الفنانين فين لما كانوا موجودين ما خدموش، وما كانش خدمة اخرى باش يخدموها، فاتجهت ان انا نبيع الحلويات الشرقية في السيارة ديالي الطوموبيل ديالي، والحمد لله اللهم لك الحمد كان القبال ده موجود من 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 كورونا تال يوم اللهم لك الحمد. كل شيء كان بخير وماشي الحال والامور بخير، وانا معكم فنان عايش انا مده طويله دابا الحمد لله قربت 20 عام. ما لقيتش اي مشكله مع اي حد مغربي مع اي حاجه، غير لقيت مشكله في الادارات مره لما كان حبنا ندفع لاي حاجه من الادارات او لبطاقه فنان، ناخد بطاقه فنان ناخد حاجه، كان يطلبوا لك ان انت تكون عندك جنسيه مغربيه. وانا بناشد من الموقع هذا ومن اليوم 24 اللهم صل على النبي، بناشد المسؤولين، بناشد سيدنا الملك محمد السادس نصر الله وحفظه، ان انا اعرف ان هو بيده كل شيء موجود في المغرب هنا، كل شيء وكل الامر كامل بيده، اذا ربنا اراد وقدر يعطف علينا ويعطينا الجنسيه المغربيه انا اكون جزيل عن الشكر، اولا لان اولادي مغاربه، يعني عندي اللهم صل على النبي ولدين بنت ولد مغربه والمدام مغربيه، ولما جيت في ازمه كورونا باش ندفع للاعانات اللي هم كانوا بيدفعوها باش يعاونونا شويه باش نيجي، لان جيت في كورونا ما خدمتش ما اعترفوش بيا ان انا اجنبي، فجيت ان انا عملتها بالبطاقه المدام المراه ديالي اعطوها غير هي حاجه بسيطه اللي موجوده، والباقي ما فيش اي حاجه تانية. فبتمنى من الله وبتمنى من المسؤولين اللي لو سمعوني ان شاء الله ان هم يمنحوني الجنسيه المغربيه، انا اكون فخور جدا بان ناخدها ونشدها، ما عنديش مشكله وفخور، انا عايش هنا في المغرب دابا ما عنديش فين هنمشي، ما عنديش مكان تاني، كنمشي لمصر كنمشي غير زياره، كنشوف الوالده وكنشوف الاهل وعاود كنرجع تاني هنا بجره، ما كنقدرش ما كنجلس في مصر 15 يوم مستقرين، دابا كنجلس في المغرب هنا حياتي كامله، فمستقبلي في اللي جاي محتاج ان انا يكون عندي اوراق غير الاقامه، يعني عندي الاقامه الحمد لله الاقامه موجوده، ولكن الاوراق الجنسيه كتعاون اكتر بان انت تقدر يعني تضمن مستقبلك. انا دابا عندي مشكله، انا كنحس ان انا مازال ضيف، في اي وقت يقدر يقولوا لي بسلامه، والناس اللي طابوا اهلي ومراتي واولادي اللي موجودين هنا محتاجين ان هم يكونوا في امان اكتر، زي ما انا حاسس بالامان هم هيحسوا بالامان مستقبلا ان شاء الله. والله هو بصراحه الشعب المغربي شعب كريم وشعب مضياف، من نهار ما جيت انا وهم ناس طيبين كيتعاملوا معايا بكل طيابه، وكيحبوا المصريين والمصريين كيحبوهم، المصريين كيحبوهم بزاف، واحنا كنحبكم، يعني بالنسبه لنا احنا ما عندناش اول ما جيت المغرب ما لقيتش مشكله، لقيت المغاربه كيهضروا بالمصريه اكتر مني، وكيعرفوا تاريخ مصر وكيعرفوا الاحداث المصريه اكتر من المصريين، فما لقيتش مشكله بالنسبه لهم. وفتره كورونا ما يعني نوعا ما، كل واحد كان ملهي مع راسه، وكل واحد كان يعني شايف نفسه ان هو يعني يدوز الازمه دياله كيفاش، وبفضل ربنا اللهم لك الحمد يعني كان الناس اصحابي اللي هم عاونوني، وكان اللي ما عيطش عليا، وكان اصحاب الخدمه اللي ما فكروش يتصلوا بيا، هذه كانت مشكله بالنسبه لي، يعني كانت حاجه كبيره، الناس خدام معاهم اكتر من 18 عام قبل كورونا، يعني وجات فتره كورونا ما فكروش ان هم اتصلوا بيا قالوا لي كي داير، يعني ما كنتش محتاج منهم غير يقولوا لي كي داير، هذه ما لقيتهاش. وفي ناس كانوا اتصلوا بيا واطمنوا عليا ومحتاج حاجه ومش محتاج حاجه، والحمد لله، وهي ازمه وعدت، يعني الحمد لله ازمه وعدت، ولكن مازال بقاياها ما نكذبش عليك، يعني مازال البقايا ديالها مازال موجوده معانا في كريديات، وان الخدمه ما رجعت بعد كورونا ما رجعتش كما كانت قبل كورونا، فهمتني ازاي؟ لان قبل كورونا كانت الخدمه اللهم صل على النبي كنا خدامين، واسم عبد الله المصري موجود تنوره، جت فتره كورونا حسينا ان احنا وصلنا لفعازل، يعني الناس نسيوا القبل، وحصل لنا من بعد كورونا خلص صافي، فبدات الخدمه كتكون شويه. انا في حاجه بغيت نعلمها بالنسبه للناس اللي هتفرج على الفيديو هذا، ان كان في فيديو قبل منه طلبت فيه جنسيه، وكان في نقد من بعض الناس اللي موجودين المغاربه، بغيت نعلمهم ان احنا كلنا عرب،
وكلنا في أرض الله. فبحال الجنسية هنا في المغرب حال الجنسية في مصر، إن في مغاربة في مصر موجودين عايشين بخير وبكرامة وما فيش أي حد بينتقدهم. أنا لما جيت هنا وطلبت أول مرة إن أنا نطلب الجنسية ألقيت في نقد بالزاف من ناس مغاربة، ما أعرفش إذا كان هم يعني غيورين على المغرب، وهم لا يمثلوا المغاربة يعني بطريقة كلامهم الخيبة اللي هم هدروها عليا. فبتمنى من الله إن هم إذا شافوا الفيديو هذا لإما يقولوا كلمة إيجابية لإما ما يهدروش. ما احنا هنا عايشين الحمد لله، عايشين بكرامتنا، عايشين بجهدنا، عايشين ومعيشين ناس معانا مغاربه كمان، يعني مش خدامين لوحدينا، راه خدامين وخدامين معانا مغاربه، يعني عاملين استثمار موجود هنا ومخدمين المغاربه. فاتمنى من الناس لا تشوف الفيديو، ما النقد يكون نقد بناء، ما يكونش غير كلامه صافي وهضره ما لا علاقه بان هي يعني تدل على هي. انا كان شوف انا لك تدل على المغرب، لان انا اعرف المغرب مزيانين.